السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم في اليوم؟ عندنا مقطع جديد يتكلم عن السيزون 18، راح نشتري الباتل باس وكل شيء. لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة، ويلا نبلش. انا شايف كثير اشياء يعني مصدوم منها. استنى، تخيل هيك صار الماب. دايم بوي، اوكي. كيوب كيوبد، نسيت احكي لكم في جزء تاني على الباتل باس، يعني قصدي السيزن، يعني نلعب فيه. ما بحتاج اشوف ال اوكي. فورتنايت، خلاص اسحب اسحب اسحب. الله الباتل باس، دام اجالي مجانا؟ لا ما اجالي، مستحيلة. كتميرة كاميرا، ماشي. اول سكن ستوري، نعم رجعوا الميزة انهم يشتروا، انه نقدر نشتري سكنين. اوكي نشوف هذا حلو، سكنات الباتل باس يعني حلو من هلا. ماشي، صار يبيع سكن، هذا الادت ستايل تاني وهذا سكن. ماشي ماشي حاله، والله ما لي لابسها. ماشي ماشي، وانتي فاض ما شاء الله. وهذا ماشي، والاكس تحمل فيديو واحدة. اخذ دكتور شلون يعني، قلدو قلدو كل شي جيمو من كيس، استغفر الله. دايم بوي ماشي، يا ويلي. اذا مش هاد ماشي، سكنات الباتل باس اللي ارجعوا يسوي هيك البونس ريورد والكروباك. ماشي راح نشتري الباتل باس. خلينا نشوف الشوب. ماشي ماشي، سكن هذا
ماشي. وبعدين هلا ايش كمان؟ ماشي رجعت، لا انجنت اللعبة. ماشي جيف سيزن ديم، خلينا نحط السكن. بس نشوف كتميرة ايش هذا. اوكي السكن. اوكي وان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وبيس اوت.